احنا لسنا في حاجة الى وجهة نظر اي متعامل معنا لنعمل ما هو ضروري وما هو مفيد. فسنة الحوار نحن مقتنعون بها، نتحاور مع أنفسنا، نتحاور مع فئات مجتمعنا، كما نتحاور مع شركائنا في الخارج. فنحن طبعا نتحاور مع الولايات المتحدة، مع برلمان، ومع أي شخصية من الولايات المتحدة وغير الولايات المتحدة. فنحن ليس لنا أي شيء نخفيه عن غيرنا. فالمجتمع الجزائري مجتمع منفتح متفتح، ولديه من الخصال ولدى المجتمع الجزائري من السمات ما يجعلنا نفتخر بمثلنا، ونفتخر بمبادئنا، ونفتخر كذلك بعملنا اليومي.